فخامة الرئيس سيد ماجد صالح رئيس جمهورية السنغال، رئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، رؤساء الدول والوفود، أود في البداية أن أقدم شكري الخاص للسيد أبي أحمد وحكومته وشعب إثيوبيا الشقيق على حسن الضيافة ورعاية الرعاية التي حظينا بها منذ وصولنا إلى هذا البلد الشقيق. كما أعبر عن كامل التقدير فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا ومفوض السلم والأمن على الجهد المبذول في سياق المأمورية المنوطة بمجلس السلم والأمن. تود الجمهورية العربية الصحراوية أن تعبر عن كامل القلق والانشغال إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية التي عقبت 13 نوفمبر 2020 إثر نسخ المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بإشراف الأمم المتحدة بين الجيشين الصحراوي والمغربي واحتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية. ولم تكتفي القوات المغربية باستهداف المدنيين العزل من صحراويين ومن دول الجوار بأسلحة متطورة، وما يحيل إلى سياسة إبادة ممنهجة، بل إن الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي شهدت تصاعدا مضطردا في انتهاكات حقوق الإنسان على غرار ما تتعرض له المواطنة الصحراوية سلطانة حية وعائلتها، ناهيك عن النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية. وتود الجمهورية الصحراوية هنا أن تنبه إلى أن منظمتها القارية انطلاقا من واجبها ومسؤولياتها التاريخية لا يمكنها إلا أن تكون حاضرة بقوة واستمرارية في الجهود الرامية إلى حل النزاع بين بلدين إفريقيين. ومن ثم فإن محاولة تحجيم دور المنظمة وحصر كل جهودها المضنية وعلى مر عقود طويلة بشأن النزاع الصحراوي المغربي في القرار 693 أمر لا يستقيم، ليس فقط بالنظر إلى ما سبقه بل أيضا إلى ما تبعه من قرارات في غاية الأهمية والوضوح. إننا نتحدث عن قرارات مثل تلك الصادرة عن قمة إسكات البنادق ديسمبر 2020 أو اجتماع مجلس الأمن والسلم على مستوى الرؤساء في مارس 2021. لقد بات من الواضح أن تلك القرارات في تطور طبيعي منتظر ومسؤول قد تجاوز المجهود الجمود غير المبرر على مستوى ترويكا. ولعله من المهم التذكير في هذا السياق بأن مجلس السلم والأمن قد عبر بوضوح عن انشغاله إزاء ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والنهب الغير قانوني والغير المشروع لثرواتنا الطبيعية ومطالبته بمتابعة المجلس الوطني وأن يقوم بزيارة ميدانية إلى المنطقة وإلحاحه على التسريع لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وفي الأخير نؤكد مالا أمامه من جديد استعدادنا الكامل للعمل مع المجلس والاتحاد عامة للوصول إلى حل عادل ونهائي للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية في إطار قرارات المنظمة وقرارات منظمة الأمم المتحدة عامة. وإن الجمهورية الصحراوية تود التأكيد مجددا على النية والتحذير على أنه لا يمكن لمنظمة القارية أن تحافظ على وحدتها وتماسكها ومضيها في مشروعها الحضاري من أجل إفريقيا
أن جمهورية الصحراوية تود التأكيد مجددا مع النية والتحليل على أنه لا يمكن لمنظمتنا القارية أن تحافظ على وحدتها وتماسكها ومضيئها في مشروعها الحضاري من أجل إفريقيا وشعوبها ومستقبلها الزاهر إلا بالاحترام والتقيد الكامل بالقانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة في مادتيه الثالثة والرابعة من الميثاق الإفريقي وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما نؤكد أن التوصية 693 تجاوزتها الأحداث خصوصا الأحداث التي عقدت 13/11/2021، كما تجاوزتها توصية قمة إسكات البنادق December 2020 وقمة مجلس السلم والأمن التي جاءت بعد 5 سنوات من تشكيل الترويكا، التي عجزت حتى عن عقد اجتماع واحد خلال 5 سنوات متتالية، والشعب الصحراوي يعاني من بطش الاحتلال المغربي. وذكر الخطاب السيد ممثل دولة فلسطين اليوم بأوجه التشابه بين ممارسات النظام المغربي في الصحراء الغربية والنظام الإسرائيلي في فلسطين ضد الشعبين الشقيقين الصحراوي والفلسطيني. وشكرا سيادة الرئيس.